الجنسية تقف كمسلم كي والعقيدة وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والتكيني سمان تتركي أو سياسة دهان أنه على هاي أركتدا أي كوة ذاقيان سمال لهم كو إيغيان أنه كو كالكيد سنة أولينا وقلدنتين تبو إيغا إلا أنه هدنا أقرقار نولو قالده أقرقار هذا ما يسمى المنهج التشريعي الفهمي الكينية إن عند ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا إن إنان حقوق ذو الدفاعين قال ما أنت أيدوني صدلك إسلام كائن كبر بوريسو سبحان الله تعينك هذا النتاوي إذن يعني باختصار أنا قوى وقت بضل قوقا هذه كل يسغال بقولي يا أفريق كنت كيبور نشيني كالا إلى أرتغان سيد تاريخ طلبو شيئا إنه يرو أدو رير أدو تلعسان كان لشي بوها ولذلك وحوي وكونياش إسطنبول بو كل شيء ميلاح المانتا ديقن دهارو كلي شيء ده هايو إنه موغي سبحان الله كونياش أدد كيل تلعساني أي دقيهين داميو كلي ميلاح صو كلي أيو كوكور وحبرشدي يسوي حكسو ساري تري وحو عدد كن سنبيل كلوريك مركا كيجي يرو سمسم لأورين تري way aad u isticmaalaan buu iibin jiray iyo nacan ayar iyo waxa soo la wareegtay suu iskaga bixiyay fiiga reerkooda la wuxuu ugu taray 1996 buu ahaa 15 jir ahaa markii uu bilaabay in uu ka qayb galo ee siyaasadii markaa Istanbul xaaladda uu joogay oo ardaydu ay sameen jireen dhaqdhaqaaq siyaasi iyo mid ijtimaaciye waxaanu noqday shakhsiyatan mutafawwih iyadoo uu soo qadimay sheekhiisi markaasi madrasadu maalin ugu doonay inuu baro sida loo tukado ayaa markuu elementary-ga ahaa ayuu riya maanta sambal noqonaya sida loo tukado dadka tusaya markaa jabdeeb oo dagaan baa soo baxay markaas ninkii macallinka uu aad ugu helay qaabka uu tukaday iyo sida uu waafajiyay nusuustii markaasi rasuulku kaleey salaatu wasalaam tilmaamay almuhim dhaqdhaqaaqaas waxa uu keenay in uu 96kii isagoo 15 jir sida ku socdo ila xad uu ku biiray 1980kii xisbu salaama oo ah xisbigii ka horeeyay xisbu rafaah ama xisbu cadaalada iyo tanmiya oo tan imika ay sameeyeen markii dambe 98kii waa kuwii markan askartii qabsaday waa la kala diray xisaabtii 48kii baa dib haddana waxoogaa loogu ogolaaday markaas uu ku biiray xisbu cadaalada والرفاه بس وراك مدير كدب شني استيتك يوحو نقضي السلطة المركزية في إسطنبول قابك وهضي قابك وضدك وحليني لأنه وحنا الله إلى هذا تقريبه كقاتل نقالها وقت قاس مكا وحنا نقضي الشخصية متفوح مركي نسكي صور نكو الله بكوني الله بدي مركي حسب قدو كقولي استي إسطنبول بو قابتي umaayirka ka noqday Istanbul waxa la ilaahay markaasii waxa lagu lahaa 1 milyan 1 milyan oo dollar baa lagu lahaa dawladda hoose markii uu gacanta ku qabtay subhanallah waxa uu gaarsiiyay inuu intii bixiyo isla markaasii dawladda hoose ee Yurub markii la qiimeeyay magaalooyinkooda inuu ka dhigay magaalooyinka ugu dakhliga badan leh magaalada Istanbul إلى حد وقارسي شقاله هنا إنه بقول كيف صدق بقول شقاله دولته هو سو كردي تبي توحي قارين دولته هو سأي نقطة دولة كأوض بدن دولة دي بحه أيا وكان يعني كلا يقال له أردوغان ما لهم بمساج كوجو إن كهم لا علمانية في الإسلام بركان دوا أنت علمانية دنا يحوق الله وحولون علمانية دو كمش قيني سو تركيا ما دامو يهي بقول كيبا بقول دل مسلم او يهي مركز او حسوقا تي قبيني شاعر او مسلم او اتراكت كميدا او ولا لماذا يسكو حبنان تي يسنها آدي او بشاكين سيا لما كنت
خبر ضغهاي علمانيين تاها وضي انتا صو السلدود قعنتكو سوحيين مصطفى كمالة تاتوكو سميين ايا وخط دي تبعت قرال بي دياريين اذو قروح بدا واي اللوير اسكيو ربي حيستا تبعت اوحل اللي كاس دادكو قيبين ايا اسلامر كاسي دين عصوب بوكاني شرعو حق اللي هين ماير نمضى لغا قادا ان لحلو واليسكو قروحي واليسكو قروحي إلى المؤسسات كيو نبي هايستاني دي بدا لو توري ولما واحد لغو حكومي أفر بلوت إلا الحيرو سبحان الله وحلينا مركي حسب قدو قولي استي إستقى يا حيد إنو مدحويناها قبطة لكن عبدالله قول دو حيو سوق قدمي سيقان لو إسكدوهر تاقين إنتا حيرتان كي الحيري دي لو إيجينا لو حق أحي المهم وقت اللي سو دائما كي عبد الله قول وقبتي اي دي كو غوليستي صدح بقول يلي حيو صدن كرسي اي كو غوليستي ولا سو داي حكم كي بار رنتي لغا جبيي اخيرا وكان ما تنقضي مدحوينه تركيا لك الله يقانو اردوغا وحو كسو كرلي هاد ما انتي اي تلد حي وحلقوا لها تضبية كنتن كن او مليان أي تركي قال الله يعني تضبي أفرت مليار أي لقول الله تركي سكدة وح تركي وصوص عرو لما كنيو يعني صدحية بنكي وح جارسيين إلى العتيب بحيا إسلام مركزي شن مليار والبنكا مركز ديد دميدو وديجوا قا دقاليه دميدو ويل ستريت كم رايكم كوا كوي خل خل كجلاي والبنك بقي لي وحول العقبة لو باهي تلقي وجوه الرئي وحماهي وحكارسينه شن مليار أماهيو يدول اللي هاي بقول مليار نمركاس خسر الدعية وشلون يعني واحد يحس بقى وحكامينه سبحان الله وحكارسيه شن بقول يشن يسقاشن دختر واستاندر كيرو عالم يغيره سمي وحول سمي شن بقول أوتشا مع عضود انتي وقعت كوي Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi. Wuxuu ka dhigay maalintii breakanka markii Wall Street-ku u dhacay ee leeyahay jaamacadihii isma bixinaya. Ee leeyahay lacagta ardayda fiiga lagu kordhiyo isagu wuxuu soo saaray dhammaan jaamacadaha Turkiga oo dhan waa bilaash. Anaga kharashkooda bixinay. سبحان الله وحسبي الدباب دي يجوه الرئيس يروب يمريكن كواي كيابان انتي وحي وحو تري يعني وحو السطر لايت كي ما انتبري قد حي يروب يمريكن وقو الرمي كرمركا اي سقبتان ايا وانتي وطوغي واستخبارات كرونتي عسكري لآكان وحسبي ان كبادان كون يشن بقول يسي ديتان سنتر وتكنولوجي ما انت الدنيا لقوه كامين يلقو سبي wuxuu sameeyay in ka badan 40,000 oo dadka mutakhasisiinta ah in meel la fariisiyo wax halaal iyo wax ay u baahdaan la siiyo si ay ula tartamaan Mareykan iyo Yurub waa maxay waa maxay ma yafuqul hisbaan Turkiga xisb al-adalati war-rafah boqol iyo koob iyo toban bay ka ahayn dawladaha marka la qiimeeyo xagga dhaqaalaha boqol iyo koob iyo toban maanta wuxuu soo gaarsiiyay 16 dalka 16aad G20 ga inay 16 ka noqdaa buu soo gaaray bal 411 subhanallah ay ku jireen 411 ka dawladood imkana 16 yani dalka 16aad ayaa u magartay maalintii ay qabteen talada qofka dakhligiisu sanadkii waa 3500 wuxuu gaarsiiyay 11,000 iyo 400 dollar dakhliga qofka macnaheedu waxa weey France oo aqti dunida sidii u gumaysatay illa imka dhaqaalaha Afrika yani magaratay Central Africa iyo magaratay galbeedka Afrika imisa dalbay diamond tooda macdantooda maxay qaataan illa imka in uu ka hormariyo dakhliga Faransiiska qofka Turkiga dakhligiisa subhanallah almuhim bi ikhtisar waxaan ku soo ururinaynaa waxyaalaha la yaab kale waxa kamida nimanka dunida haysta ما أقوله ما يلا دافع المهم
turkigu wuxuu dhaafay xuduudii gaaladu ay ogolaayeen. Imika turkigu maxay abuureen dabaabadii aad ogeyd in tan ee ay tahay ayaan in soo taago. Markaasay kii hore jiidla, isagoo arkaya kii labaad inay kii hore jiidhay ayuu isaguna isu dhigay, markaasay kii kalena jiidhay. Markaasaa kii saddexaad isagoo arkaya in kuwaasi ay burbureen ayuu kii saddexaad haddana isu dhigay si uu joojiyay dabaabadii. Wa ficlan qaawabuu dadkii oo acsala ayaa waxay ogolaan waayeen in ay shaqeeyaan diyaaradihii abaajiin ay shaqeeyaan. Waxaa dhihi la aqbali maayo. Yaa sameeyey qiyamka iyo akhlaaqda in la ilaaliyo wa kuwa lala dagaalamayo. Mujtamac muslima oo waaciya oo wax kala garanaya oo xagga loo guuraya garanaya ayay sameeyey. Markaasaa Yurub iyo Maraykan iyo Yuhuud way ka tashadeen. Waxay dhahdeen yacnii caajilan aw aajilan waa in laga takhallusaa Turkiga, waa in laga takhallusaa hoggaankaasi toosa. Ha ilaabina weligiin in habeen kastad oo duma waa ka dabayn doono. Xagaa kasta oo yimaadana uu gu ka dambayn doono. Waxaa jirta awood weyn oo murugada u beddesha farxad, kudcurkana ka dhigta caddo. Waxaa jirta quwaddii Nebi Yuusuf ka soo saartay jeelka kana dhigtay boqorkii Masar. Waxaa jirta quwad weyn oo Muuse ku barbaarisay gurigii Fircawn kana dhigtay markii dambe inuu isagu u taliyo halkaas. Waxaa jirta awood Fircawnada madaxa jabisa iyo cid kasta oo wax dulmida, awooddaasoo maqasha baroorta kuwa la dulmay una gargaarta kuwa sabra. Kaasho Ilaahay oo la jira dhankiisa, haddii uu dariiq jiro waa kaas, mana garanayo dariiq kale oo gargaar aad bidi karto. Uma sacabeeyo dulmiga, mana jecli daalimka weligay, ma karo mana awoodo xataa haddaan geeriyoonayo inaan baatil u caabudo anoo adeegsanaya magaca xaqa. Weligay waan jeclaa xorriyadda tan iyo dhalashadaydii. Haddaan ahay mid dabacsan, yaa ku yidhi waxaanahay sumal cid kasta adeeca, waa laga yaabaa inaad madaxa iga goyso, laakiin lagama yaabo inaad madaxayga foorariso.